وفقا لنقابة المحامين اللبنانيين، قالت منظمة هيومن رايتس واتش إن أوضاع السجون في لبنان تدهورت بشكل خطير وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد، وأصبح الاكتظاظ في السجون هو القاعدة مع تدني مستوى الرعاية الصحية وتقاعس الحكومة عن دفع الفواتير المستحقة، ما يهدد الإمدادات الغذائية للسجناء. أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن نحو 80% من السجناء في لبنان موقوفون احتياطيا، أي قبل المحاكمة. يفترض أن يستوعب سجن رومي قرب بيروت 1200 أو 2200 سجين، لكنه يضم حاليا نحو 4000. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز في جميع أنحاء لبنان 4760 شخصا، لكنها تستوعب حاليا نحو 8500. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت عبر سكايب السيد ملحم خلف، نائب لبناني ونقيب سابق للمحامين اللبنانيين. أهلا بك سيد ملحم. يعني هو التقرير الثاني لهيومن رايتس واتش يتحدث فيه عن الظروف الإنسانية الصعبة جدا في السجون اللبنانية، خصوصا في سجن رومية. ما الذي يحدث في لبنان؟ لماذا لا يتغير شيء حتى الآن؟ سيدتي الكريمة، هو تراكم من عدم يعني التركيز على معالجة وضع السجناء في لبنان، خاصة أن هذا التراكم بعدم المعالجة أفضى إلى اكتظاظ خانق للتواجد داخل السجون. في لبنان هناك 25 سجن، لم يكن هناك من أي بناء لأي سجن إلا سجن زحلة يلي له من العمر ما يزيد عن 15 سنة. الموضوع هذا الاكتظاظ لا يعالج فقط من خلال بناء السجون الواجبة، إنما أيضا من عدم اكتراس للصيانة اليومية لهذه الأبنية. أضف إلى ذلك أن هناك مشكلة هي مرتبطة بالحالة التي وصلت إليها البلاد من أولا عدم انتظام الحياة العامة، إن لجهة عدم انتظام الحياة القضائية، بحيث أن هناك عدد كبير من الملفات العالقة ولا يقوم القضاء بالبد بها. ثانيا هناك أزمة بعدم نقل السجناء بشكل منتظم إلى هذه الجلسات. هناك أيضا عدم تطبيق وحسن تطبيق للمواد القانونية التي تسمح بأن يكون هناك عدد الموقوفين يعني بشكل مرتفع جدا، وقد أشرت الآن إلى أن العدد يفوق 80% من السجناء، يعني 80% من السجناء هم موقوفون. يعني هل تتصوري أن يكون هذا التوقيف الاحتياطي هو رقم جدا مرتفع، وهذا أمر جدا غير مقبول. هلا كل ذلك يتفاقم، الاكتظاظ بحد ذاته يولد اكتظاظا، أي المشكلة الأساسية في عدم البت بسرعة أمام المحاكم بالملفات يؤدي إلى هذا الاكتظاظ. أما الاكتظاظ والآن المشكلة أريد أن الأساسية، أسألك عن يعني مخاطر الاكتظاظ. يعني برأيك سيد ملحم، هذا الاكتظاظ ويعني الضغط الكبير على السجون اللبنانية وتراجع الوضع الإنساني بهذا الشكل، ما هي مخاطره؟ إلى ماذا من الممكن أن يؤدي في المستقبل؟ سيدتي الكريمة، قد يعني ننسى أن عندما تفرض عقوبة السجن فهي لا تمحو الإنسانية عن من يدخل إلى السجن. يعني السجن هو حجز حرية، إنما ليس هو مهانة إنسانية، ولا يمكن أن تكون مهانة للكرامة الإنسانية. ما نعيشه اليوم داخل السجون اللبنانية هو مهانة للكرامة الإنسانية. تحدثت عن قصور في مرافق الدولة بشكل عام،
خصوصا المرافق العامة، وهذا طبعا معروف منذ يعني بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان. اليوم مشكلة السجون تتحدث عنها المنظمات الدولية شهرا بعد شهر، يعني كما ذكرنا هذا التقرير الثاني لمنظمة هيومن رايتس ووتش تشير إلى الأهمية القصوى لهذه القضية. ما المطلوب فعله الآن، ومن هي الجهة المسؤولة يعني الواجب عليها أن تتحرك في هذه القضية لمعالجتها؟ هناك عدة يعني جهات مسؤولة، ليس هناك جهة واحدة مسؤولة. هناك بالتأكيد القضاء عليه أن يتحرك بسرعة للبت بهذه الملفات، وهو يجهد في هذا الاتجاه، إنما ليس بمقبول أن نبقى على هذه النسبة المرتفعة من الموقوفين، وهذا أمر يجب أن يكون من أولويات هذه القضاء. ثانيا، وزارة الداخلية عندما لا تواكب هذا الأمر من خلال نقل السجناء بشكل يسمح للسجناء بأن يكونوا أمام القضاء، هو أمر آخر يجب أن يكون من الأسباب الجوهرية التي تفضي إلى هذا الاكتظاظ. أضف إلى ذلك سيدتي الكريمة، هناك عدم مكننة هذه الإدارة، وهذه الإدارة غير الممكننة هي يعني تذهب بنا إلى عدم تنسيق ما بين الأجهزة الإدارية والأجهزة القضائية والأجهزة الأمنية، بحيث هناك تفاعل يصطدم بذاته بشكل لا يسمح بأن يكون هناك تسريع بالبت بهذه الملفات. أضف إلى ذلك أن اليوميات داخل السجون أضحت يوميات تطال المأكل والمشرب والصحة والاكتظاظ، يعني بشكل أن المنامة هي على التسييف، يعني ما يشكل، يعني يقال تسييف، يعني ينام وكأنه سيف إلى جانب سيف. هذه الأمور جميعها بحاجة إلى التنبه بشكل أن يسمح لكل الجهات الحكومية بإتمام قيام تنسيق ما بين هذه الجهات. وهناك ضرورة لأن تقوم الحكومة وخاصة اللجان، هناك لجنة مختصة قد شكلت من قبل الحكومة للحلول ولإبداء الحلول بهذا الموضوع. شكرا. يعني الأمر لا يرتبط فقط بجزئية واحدة، إنما يشمل هذا التنسيق ما بين الجهات الحكومية والوزارات المختصة. شكرا. وهناك الحلول، يجب أن يكون هناك حلول يعني آنية وحلول على أمد أطول. شكرا. شكرا لك ملحم خلف، نائب لبناني ونقيب سابق للمحامين اللبنانيين.